السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي صفحتنا صفحة أسرار التوحد، أسرار الصحة العامة، أسرار الطب الوظيفي. ورحب بكم بهذه الخاطرة الصباحية، وأتكلم لكم اليوم أخوتي عن موضوع جدا جدا مهم، هي تأثير قلة الميثيليشن على المرأة الحامل. هذه المحاضرة أو على الحمل بصورة عامة مهمة جدا، وكنت أتمنى أن تكون أيضا تشارك إلى أخوتنا الطبيبات النسائية لما فيها من أفكار تمنع كثير من الأمراض وتقلل من المشاكل الصحية للأم الحامل، وأيضا تنفع الأمهات اللي عندهم أطفال طيف توحد سابق، ولمنع أن يكون الطفل القادم لديه شيء من التوحد أو فرط الحركة أو صعوبات التعلم أو كثير أو أي من الاضطرابات النمائية العصبية. ففي هذه المحاضرة أو في هذه الخاطرة نتكلم عن ما هي الأعراض اللي ممكن أن تصير عند المرأة الحامل بسبب قلة الميثيليشن أو وجود خلل جيني في تفعيل الفوليك أسيد. تكرارا ومرارا ذكرنا أن الميثيليشن هي خطوة كيميائية تحصل على مستوى الخلية، تدخل فيما لا يقل من 40 عملية صناعية أو تكسيرية في الجسم، تنفع في صناعة الكثير من المواد، وأيضا في تحطيم الكثير من المواد التي لمصلحة الجسد تحطيمها. فالميثيليشن هي عملية كيميائية تحصل على مستوى خلايا الجسد كلها، تحصل بملايين بل بمليارات المرات في الدقيقة أو في اليوم، وفي كل من تلك الأعمال الكيميائية أو التفاعلات الكيميائية التي هي في مصلحة الجسد يتم استخدام أو مناقلة جروب خاص، مجموعة كيميائية تسمى الميثيل، اللي هي فيها ذرة كربون وفيها ثلاث ذرات هيدروجين اللي هي CH3. طبعا هذا الموضوع علمي بحت، بس أنا مضطر أدخل في التفاصيل أحيانا، خاصة إذا كانوا المتابعين مهنيين أو أطباء أو من إخوتنا في النسائية. فلذلك هذا هو الميثيليشن. طبعا الميثيليشن عادة يحصل بسبب وفرة مثل جروب أو مجموعة المثيل على أكثر المواد الكيميائية شيوعا اللي تسمى سام إي، اللي هي إس أدينوسين ميثايونين. طبعا سام اللي هو هذه المادة عادة تكون هي الناتج لعملية المثيليشن اليومية. واتكلمنا قلنا أن المثيل جروب الموجودة في السام عندما يتم التبرع لها بها إلى التفاعلات الكيميائية الحاصلة، فإن الكثير من الأمور ممكن أنه الكثير من الأمور ممكن أن تحصل لمصلحة الجسد، من ضمنها صناعة الموصلات العصبية، حيث أن خطوات تصنيع أو تفعيل الحامض الأميني باتجاه صناعة الموصل العصبي على سبيل مثلا تريبتوفين اللي هو حامض أميني، إذا أردت أنه تصنع من عند سيروتونين أو ميلاتونين اللي هي موصلات عصبية، فأكيد راح إحدى الخطوات الكيميائية أنه تعطيه مثيل. وهذا يحصل أيضا بالنسبة للدوبامين حتى تصنع من التيروسين، والإبنفرين حتى يصنع بالأخير من الدوبامين. هناك أيضا في صناعة الأكسيد النيتروجين النافع جدا لتوسيع الشرايين الدموية، خاصة عند الحاجة، يسموها اللي هي تكيف الشرايين لحاجة الجسد أثناء التعب أو الجري أو كذا. أيضا في تحطيم في إزالة السموم من خلال صناعة الجلوتاثيون، وتكلمنا عن هذا أن الميثيليشن مهم. فإذا الميثيليشن هو عنصر حيوي جدا كتفاعل كيميائي، طبعا هو موجود ولكن كان التركيز عليه قليلا، لكن تم معرفة الكثير عن الميثيليشن بعد أن تم معرفة الشفرة الوراثية للإنسان قبل يمكن عقدين من الزمن، وبدأنا نعرف ما هي
الاختلافات الجينية أيضا على مستوى الميثيليشن، وتم تشخيص الكثير من السنبس يسموها، اللي هي الطفرات الوراثية التي تحصل على مستوى انزيمات داخلة في الميثيليشن، ومعرفة الكثير من الخطوات التي تؤثر على الميثيليشن، وبنفس الوقت كيفية علاجها من خلال معرفة أسبابها. فهذا واحد. طبعا الأمهات اللي عندهم صعوبة في الميثيليشن يمكن معرفة ذلك من خلال عمل فحوصات عامة لهم، وكنت أنا دائما أطلب من الجميع أن أعمل فحص الصحة العامة، ولكن أركز في أثناء الفحص على دلائل وجود ضعف الميثيليشن، ومن ضمنها ارتفاع الهوموسيستين عند الأم، وأيضا احتمال ارتفاع البي 12 أو قلته. كنا ارتفاع البي 12 بسبب عدم قدرة الجسد أن يفعل الفوليك أسيد اللي هو عنده مشكلة فيه بسبب MTHFR، وعادة قلنا أنه الفوليك أسيد يأخذ المثل جروب من البي 12، فإذا كان المثل غير متوفر غير مفعل لا يستطيع المثل كوبالامين أن أيضا أنه يدخل إلى الخلايا أن يفعل ما يسمى بالميثيليشن. وأيضا طبعا هو أحسن طريقة لمعرفة ضعف الميثيليشن معلومة على آراء كثير من العلماء، وخاصة ويليام واش، هو معرفة النسبة بين السام والساه، وهي الخطوة اللي أحد منكم تابع الميثيليشن يعرف أن السام وساه يعني يجب أن تكون النسبة أكبر لسام، كلما يقل السام على الساه وتنعكس النسبة أيضا يعطي دليل على ضعف الميثيليشن. هناك ناس ليس بالضرورة الجميع لديهم ارتفاع في الهوموسيستين، إنما بعضهم يكون الهوموسيستين مالهم ضعيف لسببين، أما أن الخلل الجيني ليس يكون في منطقة C667 إنما لسبب آخر، أنه هناك وفرة من B6 وحاجة للجلوتوثاين عالية، مما يتم استهلاك الهوموسيستين باتجاه الآخر في العملية الكيميائية. أنا ما أريد أتكلم علم، ولكن هذا الذي لديه شيء عن الميثيليشن يعرفه. ما يهمني في القصة أن المرأة التي لديها ضعف في الميثيليشن غالبا ما يحصل معها خطأ آخر، وهو أعطاها فوليك أسيد صناعي في الحمل، وهذا أيضا ما هو معلوم أنه الفوليك أسيد الصناعي الغير متوفر في الجسد في المرأة التي يكون لديها ضعف في الميثيليشن تجد صعوبة بتفعيله، وربما بالعكس يحصل عندنا تراجع في الميثيليشن بسبب كبح أحد إنزيمات صناعة الفوليك أسيد، صناعة المثل 5-10 مثل تتراهيدروفوليت. فبالتالي إيش يصير عندنا هنا؟ المرأة اللي عندها مشكلة بالميثيليشن وتعطى فوليك أسيد صناعي يصير عندها ضعف آخر بالميثيليشن، ويصير عندنا مشاكل على الصحة العامة اللي مرتبطة بالميثيليشن. الميثيليشن طبعا عند المرأة ممكن يسوي إسقاطات متكررة أو تشوهات خلقية أو مشاكل في صحة الأم، من ضمنها تسمم الحمل وارتفاع الضغط وسكر الحمل، وأيضا يحصل عندنا أيضا كثرة في التخثرات في المشيمة، وتضطر الطبيبة أن ترسل لها أو تعطيها بعض مضادات التخثر اللي هي تحت الجلد. أيضا من علامات ضعف الميثيليشن يحصل وحام شديد عند الأم وتقطع الطعام، وهذا بدورة يقلل الفيتامينات المحتاجتها الأم والبروتينات المهمة للميثيليشن، وتضعف المشكلة من جديد أكثر وأكثر، فتصير عندنا مشكلة متراكبة تؤدي إلى مشكلة أكبر. تحصل عند الأم مشاكل في الكبد، من ضمنها ارتفاع في مستويات إنزيمات الكبد، وأيضا حكة في الجسد، وعدد ولا يعني ولا تحصى من الأمراض اللي ممكن أن تكون بسبب ضعف الميثيليشن، لأن الميثيليشن على مستوى تفعيل الفوليك أسيد يعتبر جوهري في عمليات كثيرة في الجسد.
ممكن ايضا يصير عندنا قلة نوم، يصير عندنا اكتئاب. انتبهوا، الاكتئاب اللي يصير بالحمل والاكتئاب ما بعد الحمل مترابط بقوة مع الميثيليشن. كثير من الامهات يعانون من الاكتئاب بعد الحمل او بالحمل، هاي همين نقطة جدا مهمة. طبعا الورم، الكلامسية في الجسد ومشاكل الكلى. فما يحصل اذا تأخر الحمل بالنسبة للأمهات اللي يبحثون عن حمل ويردون حمل وعندهم مشكلة. طبعا انتبه، اذا كانت المشكلة هنا في الأم فذكرناها، لكن الأب ايضا اللي عنده مشكلة في الميثيليشن عادة ينقل لنا حيما لديه مواصفات جينية وخلل جيني، وأثناء التلقيح يحصل الجنين والجنين يكون في جزء منه عنده مشكلة أيضا من طرف الأب. وهنا الطفل أثناء نموه عنده صعوبات في الميثيليشن. إذا كان الأب عنده مشكلة وخلل جيني، وطبعا قد تكون الأم، انتبهوا هذا الخلل الجيني شائع جدا، وأنا مستغرب ليش لحد الآن توجهات العلم قليلة عليه. المفروض الكثير من الأطباء ينتبهوا له، ربما يعني هو صحيح من حوالي عقدين عليه خلل انتباه، صار انتباه عليه، لكن منذ 10 سنوات يعني أثناء متابعاتي في اليوتيوب أجد محاضرات منذ 10 سنوات مركزة على نفس الأفكار هاي، لكن كثير من الأطباء يعني يهملوها، وأيضا لم تدخل في البرنامج الطبي العلمي. يعني مثلا كنت أتمنى أنه كثير من طبيبات النسائية عندهم معلومات عن موضوع الميثيليشن وموضوع الفوليك أسيد اللي يعطوه، اللي كلهم يدقون كلهم يعطون فوليك أسيد ويعطون بي 12 من هذا السيانوكوبالامين، واثنين هم من النوع النشط، وبالتالي يسببون لنا مشكلة بالنسبة للأم. هنا أنا أذكركم جميعا، إذا الأب أيضا من جهته بسبب كونه أنه قد يكون عنده ضعف في الميثيليشن يعطي مثلا حيمن يكون فيه خلل جيني، وأثناء التلقيح يطلع عندنا، فبسبب انتشار الـ MTHFR في نسبة قد تصل إلى 50-60% من الناس، نقدر نتوقع بأنه بالنتيجة الجنين القادم نسبة ليست قليلة منه يكون لديه خلل جيني في الميثيليشن من طرف الأم أو الأب، وهذا يسبب لنا المشاكل اللي حكينا عليها، أنه الطفل أثناء نموه ما يستطيع أنه يعني يفعل الفوليك أسيد اللي موجود في دم الأم اللي وصل له وينشطه ويبني بخلايا عصبية بصورة سوية. ولذلك وخاصة انتبهوا علي أنه الفوليك أسيد العادي لا يستطيع أن يخترق المانع والحاجز الدماغي ويصل إلى خلايا الدماغ، وبالتالي يعتمد الدماغ في صناعة ما يحتاجه من خلال الاعتماد على الفوليك أسيد النشط، وبالتالي عندما يكون في الدم فقط فوليك أسيد غير نشط فإن الدماغ لا يستطيع أن يستفيد منه مثل بقية الجسد أيضا، ولذلك الدماغ أكثر مناطق تضررا في حالة وجود خلل في تفعيل الفوليك أسيد. وهذا ما يجعلنا أنه نقول لأخوتنا وطبيبات النسائية ابتعدوا قدر المستطاع من استخدام الفوليك أسيد، بل استخدموا الفوليك أسيد النشط. أنا البارحة كنت أتمنى باكيت لشركة اسمها ريكنا بلانتا يمكن بلس إيطالية، فيها المثل فوليت مع بقية الفيتامينات والمعادن اللي نافعة للأم الحامل، جدا أسوي عليها يقول يا أبا هذا زين، بس بعدين قلت خافص دعاية للشركة، بس أي المفروض تعرف الأم الحامل أنه الآن تقريبا ماشي أنه كثير من الأطباء يعطون للأم الحامل مجموعة من الفيتامينز، من ضمنها طبعا الحديد، ومن ضمنها الفيتامين دي والأوميجا 3 والكالسيوم، وأحيانا المغنيسيوم أيضا يعطوا. وأنا أقول أنه انتبهوا جدا، إذا أخذت من طبيبتك أنت الفوليك أسيد الصناعي لح وأصر قل والله أنا سمعت كثيرا
على أن الفوليك أسيد الصناعي مو صحيح، لأن قد أكون أنا من الذين لا يستطيعون تفعيل هذا الفوليك أسيد ونحتاج النشط اللي هو ميثيل فوليت. فاقرأ بعينك وجود هم أما يقولون ميثيل فوليت أو يسموه 5-10 يعني 15 تترا هيدرو ميثيل فوليت TMF. اي فتقرا انه هذا النشط مالته او يسموه كوادرا فوليت الرباعي. اي وهذا طبعا ايضا يوجهنا باتجاه الاخر، حتى انه البي 12 نحاول جدا ان ناخذه في الفيتامينات عندما يكون من النوع النشط الميثيليتد. فاذا الام يعني بقى انه كثير من الناس بعيدين عن الاطباء، ويعني احنا اول شيء نقول انه هذه عباره عن يعني توجيهات طبيه، الاستشاره المباشره هي الصحيحه. وطبعا هذا موضوع خلافي بين الاطباء، بعض الاطباء مؤمنين بايمان قطعي وبعضهم لا، يعني معلوماتهم محدوده في هذا الموضوع. فاني اريد اذكر الجميع بان المعلومات اللي اقولها بالقناه هذه معلومات توجيهيه، وانما كل مريض عليه ان يستشير طبيبه مباشره، وانه هذا من الناحيه القانونيه لا يصح انه الاعتماد فقط على التوجيه من خلال الانترنت، وانما هذه معلومات تزيد ثقافتك من اجل ايضا توصل المعلومه الصحيحه. المهم انت عليك ان تعرف بان ضعف الميثيليشن يسبب مشاكل جمه في المراه الحامل، وان البداية قبل الحمل بما لا يقل عن 3 أشهر من تفعيل الجسد وتحسينه والأكل الصحي واستخدام تلك المكملات النافعة للجسد اللي ذكرناها، الأوميغا 3 والفيتامين دي، وأحيانا خاصة اللي عندهم إمساك بكتيريا نافعة بروبايوتيك والزنك والمغنيسيوم بالليل و فد ملتي فيتامين ما بي فوليك أسيد صناعي. انتبهوا، أنا حرصت بالفترة الأخيرة ما وجدت بسهولة ملتي فيتامين ما بي فوليك أسيد، وبالتالي أنا قصدي الفوليك أسيد الصناعي الملتي فيتامين اللي بي فوليك أسيد مفعل مثل فوليت لا بأس منه، لكن ما موجود. يعني كثير من الشركات غير مهتمة بهذا الموضوع رغم أهميتها العلمية، فلذلك انا اريد ملتي فيتامين اتاكد. اما ما بي فوليك اسيد ابد حتى تقدر تضيف الفوليك اسيد اضافي او تجد من النوع والصيغه المفعله. هذه الثقافه مهمه جدا للامهات لمنع الوحام الشديد للحصول على جنين سليم ان شاء الله، وايضا الاب عليه من يحسن الميثيليشن مالته قبل نيه الانجاب، وهذا يخص خاصه العوائل اللي عندهم مشاكل في طفل سابق، سواء طيف توحد، سواء صعوبات تعلم، اي مشاكل صحيه لها علاقه بالجهاز العصبي المركزي، وضروري جدا ان يكون الاب والام قد تم تعديل الميثيليشن عندهم وتحسين جسدهم من نواقصهم بالفيتامينات قبيل الحمل واثناء الحمل. يعني طبعا اثناء الحمل بمعنى للام، لانه بعد الحمل دور الاب ينتهي وتبقى الأم هي الحاضنة، وبالتالي يجب أن توفر بيئة إيجابية فيها كل ما يحتاج الجنين إلى حالة الولادة بإذن الله. هذه مهمة جدا بتوعية الأخوة اللي عندهم مشاكل صحية عامة أكثر، وأيضا اللي هم قلقين اللي في عوائلهم أطفال فيهم صعوبات تعلم، وطبعا ما أكثر الناس اللي بحاجة لهذه المعلومات بسبب الأكل غير الصحي الآن وبسبب الشد النفسي وضغط الحياة والمشاكل اليومية اللي تأكد بأن الجسد أيضا فيه اعتلالات كثيرة، وأنه لا يصح أن يحمل جسدا معتلا حتى يطيب، لأن الجسد أثناء الحمل يقع تحت ضغط وبناء ويعني دقيق، فيجب أن تكون كل الأمور مستقرة وداعمة للجنين. هذا أعتقد الموضوع الأول. الموضوع الثاني، هب أنك اكتشفت بأنك يعني لديك شيء من ضعف الميثيليشن وأنت في بدايات الحمل، فطبعا أنا أنصح هؤلاء الناس أن يأخذون البي كومبلكس بدون الفوليك أسيد، بمعنى يأخذون البي 1 والبي 2 والبي 3 والبي 6، مجموعة البي كومبلكس لدعم الميثيليشن بهدوء وتروي.
استخدامها طبعا يوميا نافع للجنين نافع للأم، ويحسن الميثيليشن ويساعد في طرح السموم. الإضافة الفوليك أسيد المفعل بالنسبة للأم يجب أن تكون بتدريجات خفيفة. أحيانا بعض العوائل القلقة بإضافة الفوليك أسيد يعني طبعا تصير عندها نوع من القلق كبدايات، وهذا الشيء متوقع، وخاصة عند العوائل اللي لديها صعوبة في تكسير الأدرينالين أو عندهم خلل في إنجيم يسمى الكوم اللي هو كاتيكولامين مثل الترانسفيريز، وهذا الإنزيم طبعا يكسر الهرمونات أو المصلات العصبية القلقة اللي ترفع القلق. ورانا اليوم المرور بس لا يغرمونا. شلون أفوت أنا؟ اي طبعا. اذا احنا نتكلم الان عن موضوع الميثيليشن، وتكلمنا عنه البيكومبلكس يمكن اعطاه، وبالتالي بعد ذلك بالتدريج يتم اضافة الفوليت النشط، وطبعا بجرعة قليلة متزايدة مع الزمن اذا ما سبب نوع من الانزعاج فلا بأس بذلك، لكن احيانا البداية تكون بها تدريج، وإذا سبب انزعاج هناك يعني من يقول من أطباء الطب الوظيفي باستخدام الهيدروكسي، لا هذا نحكي على البي 12، بعدين يتم إضافة المثل بي 12. أكو بعض الناس أيضا ينزعجون من المثل بي 12 ويتم استخدام بديل هو الهيدروكسي كوبالامين أحيانا. وبالنسبة للفوليت يحبذ استخدام الفولينيك أسيد إذا كانت هناك مشكلة باستخدام الفوليت. هذه مواضيع طبعا تحصل أحيانا، وننبه الأهل ومن يستخدمها أنه خاصة في بعض العوائل 25% من الناس تفعيل الميثيليشن أحيانا بسرعة وبمفاجأة يسبب نوع من القلق في البداية أو انفعال أو عدم راحة أو عدم تحمل لبعض الفيتامينات اللي مفعلة، لأنه الجسم قد تعود لفترات طويلة على مستويات متدنية من الفوليت وبالتالي أو من المثل فوليت، وبالتالي تفعيله بجرعة سريعة ربما يسوي نوع من القلق أو الأرق أو يعني في قلة النوم وغيرها الأرق. وأيضا بنفس الوقت قد نصل إلى شيء آخر اللي هو قلنا والله نسيت تحكي سامحوني، بس كانت عندنا فكرة انه نجي بالبي. طبعا انا هذول جوي شغلوني مجموعة البي نحسنها وبعدين نحسن الميثيليشن مباشر، يعني البي هو ما مرحلة ما قبل تحسين الميثيليشن ثم نحسن الميثيليشن. الميثيليشن يتم تفعيله من خلال اضافة المثل فوليت والمثل كوبالامين اللي بي 12 الفعال والبي 12، وهذني اثنيناتهن نعطيهم بتدريج حتى بعض الناس ليس عندهم قلق أو انفعال في البدايات. وبعد ذلك طبعا نحسن من أكل البروتين بالنسبة للأمهات، ونضيف أيضا من الكولين. يعني البارحة أقول للأخوة يعني أنا عندي نص دقيقة أسوي لك بوست بفكرة، أنت ما تعرف أنا شو أسوي لك، قابل أنا مدرس مالتك شنو الكولين، يعني ما تقدر حضرة جنابك تأخذ كلمة الكولين وتجوجلها، يعني ما اكو بعض الاخوه يعني والله ترى مو معقوله، يعني انا اعطي افكار يعني هسه شلبتونا هسه نحكي احيانا ساعتين نحكي تفهيم ونحكي البوست مالتي ما يكمل غير 15 كلمه، ودا اعطي فكره ونوبات ارجعها اربع مرات حتى لا يصير تروح، والله ما اعرف ما تصير عندي هاي المسج الحمراء تروح كل ساعه تسوي صدقه وقول لنا شلون. اي ادري انا قاعد قبالك دا احكي لك، والله نوبات العالم هم عجيبة صدق، والله ما نقدر نرضي الناس، يعني بدنا نقول حكي معلومة صغيرة تجي ببالي، أحيانا أنا أقرأ أنا أتابع محاضرات أنا أتابع بحوث، أحيانا إلي وللمتابعين واللي هم مهنيين أقول كلمة يعني هاي الكلمة نافعة لبعض الناس، مو كل الناس يفهموها، يعني مو كل الناس، أكو واحد يعني رجال حتى قراءة ما يعرف يكتب
يجيني اذا باع صفحه مالتي من السولف انا يريدني احكي له كل شيء قابل انا عندي كليه الطب ما ترهم. فارجوكم هاي التعليقات يعني انا طبعا يعني راح اغلقها كنت تفيدني نوبات مثلا اشوف احد محتاج شيء مظلوم او متاذي يعني مشي بس من كثر يعني ما نسمع كلمات يعني ما وإن كان بقى الكثير من الأخوة والله جزاهم الله خير دائما يشكرون وهذا طبعا من أخلاقهم لكن بعض الناس بسطاء هناك وين احنا شو معرفنا بالكولين يا بس يا أدري يعني شو أسوي لك إذا تمت الكولين شو أنا أركض أركض وراكم أنا أعلمكم كل شيء معلومة تنقال اللي أنت استفادت منها رحم الله والدك واللي ما استفادت منها خليها لغيرك. هسه احنا تقريبا حكينا عن تحسين الميثيليشن بالنسبة للعوائل اللي عنده ضعف في الميثيليشن ويام اكثرهم وخاصه المراه الحامل قبيله واثناء الحمل. اراكم بخير واتمنى اكون فدتكم في